بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین آج ہم اذان کے بعد کی دعا سیکھیں گے. آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.